بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا. ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي وفقنا لهذه الجلسة، وإن شاء الله يا أخواتي هذه الجلسة بتكون جلسات خفيفة كذا، لكن إن شاء الله معانيها ثقيلة، وبإذن الله كذلك أثرها على حياتكم راح يكون كبير جدا جدا جدا، يعني على 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 مستوى مشاعركم بإذن الله تعالى، وعلى مستوى حتى سبحان الله هذيك البركة ستلتمسون أو تلمسون البركة بإذن الله تعالى في هذه الجلسات. وإحنا بناخذ كذا بالترتيب الآيات، يعني بنبدأ بسورة الفاتحة، ثم بعدما ننتهي من سورة الفاتحة ندخل على سورة البقرة، وهكذا بإذن الله، حتى يعني حتى يأذن الله بأمره، يعني طول ما إحنا إن شاء الله على قيد الحياة سنكون في هذه الجلسات بإذن الله، ونسأل الله تعالى التيسير والتوفيق. فاليوم إن شاء الله سنتدبر ثلاث آيات، وإن شاء الله هذه القرعات بإذن الله تعالى في رمضان راح نزيدها، لأنه في رمضان يعني القرآن أحلى ما يكون في رمضان، فنتأمل أكثر إن شاء الله ونتدبر أكثر بإذن الله تعالى. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بسم الله فالله تدل على الذات الإلهية، الله تدل على الذات الإلهية وتدل على جميع صفات الله وكمالها وجمالها. الله تدل على صفات الله كلها وجمالها وجلالها. الله تعالى لما قال بسم الله، لاحظوا المفروض فيه بإسم الله، لكن الألف راحت. ما تساءلتم لماذا الألف راحت؟ ما تساءلتم لماذا الله تعالى ما قال ولا تكتب بإسم الله، تكتب بسم الله؟ قيل البعض، قالوا البعض أن الألف هي لله في اسم الله، ولا شيء يأتي قبل الألف، يعني ما ممكن ألف قبل ألف الله، ما ممكن تجي ألف قبل ألف الله. وذلك لأن العظمة لله، ولأن ألف أول كل شيء، فالله هو الأول، فالله هو الأول. فالباء هذه تدل على البداية، باء تدل على البداية. بداية ماذا؟ بداية الخلق. الله تعالى هو الخالق، فدلالة على بداية الخلق، دلالة على أن الله هو الخالق. فبسم الله يعني لما الله تعالى يقولنا بسم الله، أي أن الله الذي ابتدأ الخلق فخلق كل شيء. فالباء دلالة على، يقول لش الباء دلالة على بداية الكلمة. أي كلمة؟ كلمة كن، كلمة كن. فالله تعالى باسمه قال للأشياء التي خلقها والكائنات كن فكانت بأمره سبحانه. فإذن بسم الله تدل على أن الله تعالى هو الخالق وخلق كل شيء وابتدأ وخلق كل حاجة. طيب، الله قلنا اسمه دال على صفاته وخصائصه وأسمائه. أما الرحمن، بسم الله الرحمن، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال في الآية، أريدكم تتأملوا الجمال. الله دل على الصفات والخصائص، خصائص الله وصفاته. أما الرحمن دالة على الأفعال، حتى الرحمن على وزن فعلان، الرحمن على وزن فعلان، أي أن لله الفعلين، وهذه ليست لأي كائن. لماذا؟
لأن الله يحيي ويميت، فالكائنات إن أحيت لا تميت وإن أماتت لا تحيي، لكن الله له الأمران، أمر الإحياء والإماتة. وهذا إيش؟ وهذه صفة ليست إلا لله، الفعلان صفة ليست إلا لله. وأيضا الله تعالى يرزق ويقدر، يرزق ويقدر، يهب ويمنع. شوف فضل الله تعالى، يهب ويمنع. فبسم الله، شوفوا اسم الله تعالى، شوفوا اسم الله تعالى، اسم الله جاءت مع الرحمن، فابتدأت بالصفات ثم بالأفعال. فبسم الله دال على الصفات، ثم الرحمن دال على الأفعال، فالله تعالى اتصف ثم فعل. أعطيكم مثال بسيط بسيط بسيط، كيف اتصف ثم فعل؟ يعني لو جينا نشوف نقول إنه يعني فلان كريم، فلان كريم، كيف تعرفي إنه هو كريم؟ إلا إذا كان له فعل الكرم. يعني كيف نعرف إن فلان كريم؟ كيف نعرف؟ أنا أقول فلان كريم، ألاحظ عليه مثلا يتصدق، يعطي، إذا حط طلبه يعطي بزيادة، فنقول عنه كريم. أو إنه إذا مثلا زاره شخص نقول من أفعاله بالضبط. فالله سبحانه وتعالى، شوفوا، أيوة، شوفوا الله سبحانه وتعالى أول شيء بدأ بصفاته، بصفاته من خلال اسمه لفظ الجلالة الدال على صفاته، ثم دل على هذه الصفات ماذا؟ الأفعال في اسمه الرحمن. أيوة. وشوفوا قلنا بسم الله، ولذلك الذكي والورع والمؤمن يعرف إنه إذا أراد شيء قال بسم الله، لأن ببسم الله يحدث الصفة، تحدث الصفة وتحدث الفعل. كيف يعني؟ يعني إذا أنت باغية شيء يتم بأمر الله تعالى ابتدئي ببسم الله، إذا باغية حماية ابتدئي ببسم الله الرحمن الرحيم، إذا باغية ولاية فابتدئي ببسم الله الرحمن الرحيم، إذا باغية تمام الأمور، باغية الدخل على وظيفة، رايحة مقابلة، ابتدئي ببسم الله. لماذا؟ لأن ببسم الله تحدث الصفة، الصفة دي مثلا خلينا نقول واحدة رايحة مقابلة، وفي هذه المقابلة هي خايفة، فتقول في نفسها، تقول في نفسها بسم الله اللي هو من الرحمن الذي ماله يؤمن الخائف، تمام؟ فإذا أنت لما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم كأنك تطلبين من الله تعالى أنه ماله، أنه يأمنك. لماذا؟ لأنه أول شيء اسم الله دال على صفاته، من ضمن صفات الله أنه أمن الخائفين، صفات الله أمن الخائفين، والرحمن هو الذي يؤمن ويؤمن عباده، لأنه الفعل دال على الفعل. أنت إذا باغية شيء في حياتك، باغية حاجة في حياتك، ماذا تقولين؟ تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، تشيرين إلى بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قيل أن عدد حروفها تنطق 18 لكنها تكتب 19، تنطق 18 لكنها تكتب 19. ولذلك من أراد قبل كل شيء، عندش باغية تقدمي حال وظيفة، باغية تبدي عمل، اقرأي بسم الله 19 مرة. خايفة من حاجة، اقرأي بسم الله 19 مرة. تريدي دعاء معينا وتريدي من الله سبحانه وتعالى أن يستجيبه لك، الورد، الأوراد، ابدأي ببسم الله 19 مرة، 19 مرة. لماذا؟ لأنه بسم الله دال على صفاته وعلى أفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن طبعا شاملة، قلنا الرحمن شاملة، أما الرحيم خاصة، خاصة، خاصة لمن؟ خاصة لمن؟ لمن هم أكثر اتصالا بالله، رحيم بهم. كل ما كنت أكثر اتصال بالله كلما زاد الله لك في رحمته ووصله أكثر من غيرك.
أكثر من غيرك. نعم، البعض يقرأها 21 والبعض يقرأها 22 والبعض يقرأها 19، فتنفع كذلك 21 22 و 19 و 21. نعم تنفع ذلك، وهذا له تفسيرات، لكن احنا الان ما يعني كما قلنا نحن ما في علم التفسير. هي تنفع ب 19 21 و 22 و 41 تنفع، لكن احنا ناخذ بعدد الحروف كما تكتب وما ناخذ بذيك الاشياء الثانيه. لا ناخذ بالاشياء الثانيه، لانه احنا الان كما قلنا ناخذ بما يعيننا على التدبر. هذيك اشياء فيه شويه واسعه في التفسير، وهذه ما يعني ما تفرق، حتى الاعداد لا تفرق، لكن الفكره المعنى. لذلك ان كنت يا حبيبتي ممن يبتدئون اي عمل ببسم الله الرحمن الرحيم، فمعناته انت هنا ماذا تطلبين من الله؟ ان يخلق لك ما تريدين. تطلبين من الله ان يخلق لك ما تريدين. فلما تقولي بسم الله، يعني انت مثلا تريدي ايش؟ الامان، فالله تعالى يخلق لك الامان. تريدين التوفيق، الله تعالى يخلق لك التوفيق. تريدين السداد، الله تعالى يسدد لك خطاك. تريدين مثلا تريدين الذريه، الله تعالى يعطيك الذريه. لماذا؟ لانه كما قلنا بسم الله داله بسم الله داله على دالة على الصفات وعلى الخلق، على الفعل. يعني الله تعالى اسمه صفات، الله تعالى دالة على الصفات، أما الرحمن دالة على الأفعال. فأنت تبدأين بصفاته وأفعاله. فعندما نقول الله هو الخالق، إذن الفعل ماله؟ يخلق ويعيد الخلق. فلما نقول بسم الله أرقيك مثلا، بسم الله أرقيك، مو معناته يعني إنه أنا ببسم الله أسأل الله تعالى أن يحميك، أن يحميك. أيوة، أسأل الله تعالى. أو لما أقول بسم الله أرقيني، يعني أسأل الله تعالى أن يحميني بصفاته وبأفعاله. هذه معناتها بسم الله. أيوة، فإذا أنا أسأل الله تعالى. ولذلك يفضل أنه تكرر بعدد حروفها. والباء هي البداية، الباء دليل البداية، دليل البداية. واسم الله قلنا الشامل الجامع لجميع صفات الله وجلاله وكماله. فالباء هي البداية، وبداية الخلق، بداية كل شيء، بداية ماذا؟ فأول بداية هي الألف، أول بداية هي الألف. لكن احنا قلنا ما قلنا باسم الله، ما تكتب باسم الله، تكتب بسم الله. لماذا أزيلت الألف؟ قلنا الألف جاءت في اسم الله، لأن اسم الله أول شيء فيها الألف، فهنا البداية، الله تعالى هو البداية، الله تعالى هو البداية. طيب، الله تعالى يقول الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد بالفعل وباللسان وبالجنان، الحمد بالفعل وباللسان وبالجنان، ثلاث مستويات. لما تحمد الله سبحانه وتعالى تحمدينه على ثلاث مستويات. الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين. لكن قبل ما أنتقل إلى آية، بس أنسى أقولكم حاجة. الله دالة على الألوهية، والرحمن دالة على الربوبية. حد يعرف الفرق؟ الرحمن دالة على الألوهية،
عفوا الرحمن دالة على الربوبية، والله دالة على الألوهية. ما الفرق بين الرب وبين الله وبين الإله؟ حد يعرف الفرق بين الله وبين الرب؟ أيوة، الرب هو القائم على شؤون عباده، وجاي من الفعل، جاي من الفعل. شوف الله تعالى ماذا يقول، شوف الله تعالى ماذا يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني سواء دعيت يا رحمن أو دعيت يا الله. لماذا؟ لأن الله قلنا دال على الصفات، والرحمن دال على الأفعال. فسواء دعوت الله تعالى بصفاته أو دعوتيه بأفعاله فكلها أصلا، يعني الرحمن قلنا شامل لجميع الأفعال، والله شامل لجميع الصفات. فسواء دعوتي، شوف الله تعالى ماذا يقول في سورة الإسراء في الآية 110: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. طبعا هي الرب دليلة دلالة على السيد، فالله هو السيد وهو المدبر، وهو المدبر وهو القائم بشؤون عباده، حي قيوم قائم بشؤون عباده. أما الله فالله تدل على الألوهية، أي لا معبود إلا الله، أي لا معبود إلا الله. فإذا سواء أنت دعيت باسم الله، فإذا دعيت أنت باسم الله أو دعيت باسم الرحمن، يعني يا طلبتي. ولذلك قيل أن الرحمن هو اسم الله الأعظم، قيل أن الرحمن هو اسم الله الأعظم. لماذا؟ لأنه يدل على كل الأفعال. يعني لو عندش أي شيء، أي شيء في حياتك تريدي، أي شيء أيا كان ما تريدينه، فاسم الله الرحمن يغني. لماذا يغني؟ لماذا يغني اسم الله الرحمن؟ لأنه دال على كل الأفعال، جمع وحوى كل الأفعال الدالة على كل الصفات، صفات الله. تبغي تدعي تبغي، ولذلك ابدأي ببسم الله دائما. وقلنا الباء دلالة البداية، دلالة البداية. أنزل يقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحمد هي عبادة كل الكائنات، ما في كائن لا يحمد الله، ما في كائن لا يحمد الله، ولذلك كل الكائنات تسبح بحمده، ما في كائن لا يحمد الله تعالى، ولذلك هي عبادة كل الكائنات. الله تعالى تفضل على الإنسان بني آدم، تفضل عليه بالأسماء الحسنى، زيادة الصفات الأخرى الأفعال الأخرى تفضل عليه. يعني كل الكائنات تحمد الله، كل الكائنات بما فيها الإنسان، لكن الميزة عند الإنسان إنه الإنسان له سبح اسم ربك الأعلى. هناك أسماء أخرى دالة على أفعال أخرى لا ليست حق إلا لبني آدم. يعني شوفوا تكريم الله تعالى. لكن الحمد لله رب العالمين، كل الكائنات تثني وتمجد وتعظم الله سبحانه وتعالى، كل الكائنات، لأنه خالقها مدبر شؤونها. ما من كائن إلا والله تعالى يدبر له شؤونه، ما في كائن، يرزق الله كل الكائنات. ولذلك قيل أن بالحمد ترزق، بالحمد ترزق، لأن الحمد لكل الكائنات. يعني أبسط حاجة الإنسان الذي يحمد الله تعالى يرزقه،
الذي يحمد الله تعالى يرزق. ألم يقل في كتابه ولئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فبالحمد ترزق. كثيري الحمد هم أكثر الناس رزقا وأكثر الناس إجابة على الدعاء. ألم يكن آل داود من أهل الشكر وكانوا من أكثر الناس شكرا، ولذلك أعطوا ما لم يعطى أي أحد من قبلهم أو من بعدهم، لأنهم كانوا أهل شكر. ولذلك إذا أردت أيضا البركة والرزق ابدأي ببسم الله ثم اثني عليه ثم اثني عليه واحمديه واشكري. هذا باللسان على مستوى اللسان، أما على مستوى الأفعال ما يكون لسانك حامد لكن قلبك وفعلك قانط ولا يذكر نعمة الله. تركزي هنا على الموجود، ركزي على الموجود. صوت ضعيف؟ هل الصوت ضعيف أخواتي؟ ما أعرف، سبحان الله، يمكن أخواتي عندك كان الصوت بعيد، ما أعرف. زين، الحمد لله. إذن هنا نحن نركز على، نعم، نركز على الموجود ونترك المفقود. يوم تحمد الله سبحانه وتعالى فإننا نحمده على خمس مستويات. حد يعرف الحمد على خمس مستويات؟ صحيح، في مستوى الفعل، مستوى اللسان، مستوى الجنان. أنا لأني أستخدم الهاتف اليوم، فشوية الأصوات ما مضبطتها أنا. من تقول لي الخمس مستويات؟ حد تعرف؟ حد يعرف؟ قلنا على مستوى اللسان وعلى مستوى الفعل وعلى مستوى الجنان، صح؟ طيب الفعل خمس مستويات، الفعل خمس مستويات. تحمدين الله بالفعل على خمس مستويات، إيش هي؟ الفعل كيف يكون على خمس مستويات؟ أول شيء فعل الجسد، فعل الجسد أول حاجة، فعل الجسد. كيف يعني فعل الجسد؟ كيف يعني أحمد الله بالجسد؟ بالجوارح، وحافظ على النعمة، وحافظوا على النعمة، أهتموا بجسدي مثلا، مثال، أهتموا بصحتي، هذا على مستوى إيش؟ الجسد. طيب على مستوى الثاني، المستوى الثاني على مستوى العلم، على مستوى العلم كيف يعني؟ أحمد الله أي أن أعرف الله، أعرف الله ها أكثر، أعرف الله تعالى الحميد أكثر، أتعلم العلم النافع، نعم. طيب على المستوى الثالث، حد يعرف ما هو المستوى الثالث في العمل؟ احنا نتكلم عن مستوى العمل، قلنا احنا ثلاث مستويات، مستوى أول شيء مستوى ثلاث مستويات، اللسان والفعل والجنان، ولكن الفعل خمس مستويات، الفعل وحده خمس مستويات. أول شيء العمل بالجسد، رقم اثنين العلم، رقم ثلاثة المهارة. لا بد بعد العلم أن يكون هناك تطبيق، بعد العلم أن يكون هناك تطبيق، يعني لما عرفت أن الله تعالى تتوجهين إليه لازم يكون هناك تطبيق لحمدك له، في تطبيق، ولذلك مهارة. طيب رقم أربعة مستوى الرابع، سخر الله لك
العلاقات، ولذلك تعليم التعليم. العلاقات رقم 4، العلاقات رقم 5، رقم 5 على مستوى الموهبة. كيف يعني؟ يعني لكل إنسان الله تعالى معطنش صفة، صفة مميزة عندش أكثر من غيرش. هعطيكم مثال بسيط الآن، هعطيكم مثال بسيط. هعطيكم مثال بسيط جدا. أيوة، هعطيكم مثال بسيط. كيف أنا أكون شاكرة على 5 مستويات؟ كيف أكون شاكرة على 5 مستويات؟ أول شيء الجسد، الجسد إنه أنا لساني، لساني يحمد الله تعالى، هذه جارحة من الجوارح. أتقرب إلى الله بالعبادات، هذا جسدي. إذن أنا أكون كذا من الشاكرين، هذا على مستوى الجسد. طيب على مستوى العلم، أتبحث وأشوف نفسي كيف ممكن أكون أكثر شكرا، أبحث أكثر وأشوف كيف أكون أكثر شكرا. طيب على مستوى المهارة، أطبق، أطبق. طيب على مستوى العلاقات، أعلم، أعلم وأتعلم، أعلم وأتعلم، أكون داعية مثلا، مثلا أكون داعية، ما ضروري أكون داعية، ولكن على الأقل أعلم، أنقل ما تعلمته، أنشر ما تعلمته. بالضبط. طيب وعلى مستوى الموهبة، دائما أبتكر أسلوب جديد في التعليم، أسلوب جديد في التعليم. ليش؟ لأنه أنا مثلا عندي موهبة مختلفة عن الآخر. لاحظوا من الذي يتميز في الحياة؟ من اللي يتميز في الحياة؟ من دائما، من دائما مميز في الحياة كذا بارز؟ اللي عنده ويش؟ أيوة، اللي عنده موهبة، اللي عنده موهبة، اللي عنده موهبة. بالضبط. ولذلك أصحاب الموهبة الذين يبرزون هم في الواقع يحمدون الله على 5 مستويات، واللي ما بارز عنده الموهبة ممكن يكون إيش؟ سبحان الله، يعني بالجسد بس، بالعلم، واقف عند مستوى العلم لكنه ما جالس يبرز شيء جديد، ما جالس يعمل حاجة جديدة، ما جالس يستغل موهبته في شيء جديد. والله تعالى لما أعطاك هذه الموهبة أعطاك حتى تستثمرها للآخرين، تستثمرها، وعلى فكرة رزقك منها. ولذلك إذا كان الإنسان يفعل الموهبة فهو أكثر الناس رزقا. شوفوا المستوى العالي أعلى شيء، عشان كذا بتلاحظوا الناس الموهوبة هم أكثر الناس غنى، اللي بارزين أكثر الناس غنى. فإذا أردت أن تحمد الله يا حبيبتي، ركزي على أن تحمديه من خلال الموهبة. إيش الله تعالى أعطاش من موهبة؟ سألي نفسك. طبعا الله تعالى يطالب العبد، لماذا يطالب الله تعالى العبد إنه هو يحمد على 5 مستويات؟ ما عشانه؟ الله تعالى غني عن هذا الحمد، والله تعالى غني عن هذا الثناء، لكن من المستفيد؟ الإنسان المستفيد، الإنسان اللي يبغى الزيادة، يعني يعتمد عليش أنت. هل أنت تريد الزيادة ولا لا؟ هل أنت تريدي أكثر؟ إذا تريدي أكثر فعلي لمستوى الموهبة. أيوة، اللي يبغى الزيادة زاد في المستوى، فزاده الله في المستوى، زاده الله في العطاء من أراد الزيادة. فلازم تكوني على 5 مستويات. من أراد طبعا، يعني الله تعالى في النهاية ما يقبر، الله تعالى ما يقبر. والمشكلة إنه إيش؟ إنه إحنا دائما مثلا لما أبنائنا، وحتى إحنا، حتى إحنا ممكن يكون عندنا مواهب لكن مالنا منسوي مع الوقت، إيش نسوي؟ دفناها، دفناها. فلما ندفنها نغوص في الأشياء الثانية، مع أنه لو ركزنا في الموهبة. على فكرة من يركز في موهبته الفرق إيش يصير؟
أنه ينشغل بنفسه. وما بس ينشغل في نفسه، يركز على أنه بهذه الموهبة يخدم البشرية فيكون أكثر عطاء من غيره. وتلاقيه يسوي الشيء هو حابنه، لأنه هذا الشيء هو مميز فيه فيفعله وهو يحبه. وكل شيء يأتي بالحب ماله يكون أعلى مقاما. ولذلك الله تعالى يريدنا أن نفعل الشيء بحب، لا أن نفعله ونحن مكروهين عليه. شوفوا الله تعالى كرمه، أعطاش الموهبة ويريدك أيوة يحدث التمكين والتعمير. اللي يبغى من الله تعالى أنه هو يعطيه ويمنحه ويكرمه، انظر إلى موهبتك، كن حامدا له، شوف الموهبة اللي عندك وكن من الشاكرين فيها. كيف يعني؟ يعني أبحث عن هذه الموهبة اللي عندي وأقوم أفعلها على أعلى مستوى. واحدة تقول لي طيب أنا يعني عندي موهبة لكني من زمان يعني نسيتها، أعيديها نميها. أول شيء كيف تنميها؟ تدربي عليها جسديا. يعني مثلا مثال، واحدة عندها الرسم، عندها موهبة الرسم، أول شيء تبدي ترسم، بعدين تتعلم كيف ترسم مع الوقت، وهي تطبق يصير عندها مهارة، هي عندها الموهبة لكنها تزداد. ثم شوية إيش؟ تذهب إلى آخرين يعلموها وأيضا تعلم الآخرين. بعد ذلك ها تبتكر أسلوبها الخاص، لأنها عندها موهبة أصلا، تبتكر أسلوبها الخاص اللي راح يميزها. فهي تمر بمراحل، حتى لو كان عندها مرحلة، يعني ما في واحد مباشرة يروح سيدة على الموهبة، لازم يبدأ أول شيء بفعل الجسد بالبداية. أول شيء يبدأ جسديا بالجوارح يرسم، وكل الرسم فيه خطأ، فيه أخطاء، صح عنده الموهبة بس عنده أخطاء، بعدين يتعلم عشان يعدل تلك الأخطاء، بعدين تصير عنده مهارة، المهارة من خلالها يدخل في علاقات مع الآخرين. وعلى فكرة لاحظوا من الذي يبرز أيضا في البداية قبل أن تبرز الموهبة؟ اللي عنده علاقات. اللي ما عنده علاقات ماله؟ اللي منطوي على نفسه. لا ينعرف اللي منطوي على نفسه؟ ما ينعرف، لا يبرز فإن لم يكن لك علاقات. ولذلك سبحان الله، تو على فكرة تو الله تعالى سهل عليكم العلاقات. كيف سهلها؟ ما تحتاج تطلب حد، ما تحتاج تروح حال حد. وسائل التواصل تقلب لك العلاقات، وهذا تسهيل من الله تعالى، تسهيل ورزق. يعني صارت العملية ليش؟ لأنه زادوا عدد الناس، فصار صعب الإنسان أنه يحتوي كل هذه العلاقات، فالله تعالى يسرها لكم. ألا 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 يستحق الحمد، ألا يستحق الثناء وحده. شوفوا مع ازدياد الناس سهل الله الوسيلة، فجعل المستوى الأعلى أسهل من ذي قبل. يعني أنا في ناس كثيرة مثلاً، أنا في ناس كثيرة اتفقت معهم على أشياء، تعاملت معهم بس من خلال وسيلة التواصل هي الانستغرام، في مستوى العلاقات من خلال هذا الجانب. طيب واحدة تقولي طيب إيش علاقته هذا بحمد الله؟ قلنا نحمد الله تعالى، لا نحمد الله تعالى فقط باللسان، الله تعالى يريدك بالحمد أن تزدادي خيرا. الله تعالى يريدك بالحمد أن تزدادي خيرا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال الحمد لله رب، والرب هو القائم، يعني اللي يعطيش، يعني اللي يزيدش، يعني اللي يتفضل عليك، يعني الذي يمنحك، يعني الذي يرزقك. فإذا باغي تكوني صح من الحامدين، هو الذي يرزقك، وهو الذي يعطيك، وهو الذي يمنحك، فكوني له من الحامدين إذا باغية. ولذلك كل عمل يبتدئ ببسم الله، يعني أنت باغية، خلينا أعطيكم إياها مثال بسيط. يوم تروح أنت مثلا وباغية تقدمي رسالة
رسالة حال يعني شخص انتي محتاجت له، أو بمعنى صح محتاجة منه حاجة. في الرسالة مو تسوي فيها، ما تجلس تمدحي، ما تشكري في الشخص وتقولي له جعلك الله ذخرا وفخرا وما أعرف إيش، تمتدحيه. كذلك الله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت تبغي حاجة من عند الله، أول شيء أطلبيها ببسم الله، أطلبيها ببسم الله، ثم ماذا؟ ثم اثني على الله، ثم اثني عليه. بغي أي حاجة في حياتك ابدأيها ببسم الله ثم اثني عليه، اثني عليه. ثم لما تثني عليه الله تعالى وتحمدي، احمديه على 5 مستويات، ما تحمدي على مستوى واحد، ما باللسان بس، اشتغلي على 5 مستويات وقلبك يستشعر ذلك. قلبك في 5 مستويات يستشعر فضل الله تعالى عليك، تستشعرين ذلك. ثم يأتي بعد ذلك اسم الرحمن الرحيم، اسم الرحمن الرحيم، اسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الرحمن على وزن فعلان، ويعني لله الفعلين، فعل العطاء وفعل المنع، فعل العطاء وفعل المنع، فعل الهبة وفعل فعل العطاء وفعل المنع، فعل الرزق وفعل تقدير الرزق، فعل الإحياء وفعل الإماتة، الفعلان، فعل الرحمة وفعل العدل. ولذلك سبقت رحمة الله غضبه، سبقت رحمة الله. ولذلك لما قلنا الرحمن، شوفوا فضل الله تعالى أيضا على الإنسان وعلى الكائنات كلها. الله تعالى، الله تعالى ماذا؟ يرحمك، يرحمك قبل أن ينتقم منك، يعاملك برحمته لا بغضبه، وهذا من فضل الله تعالى. ويعامل كائناته برحمته لا بغضبه، لأنه لو كان الله تعالى يعامل الإنسان بعدله قبل رحمته، ما بقى حد في الأرض، ما بقى حد في الأرض، لم يبقى أحد في الأرض، لصار كل الناس مالهم ميتين. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، لأن الذنوب تمنع النعم وتوجب النقم، توجب النقمة. لكن الله تعالى، الله تعالى ماذا؟ الله تعالى رحمته سبقت. ولذلك قال رحمن ثم قال رحيم، أي كلما كنت أيها الإنسان أقرب، كلما كان الله منك أقرب. كلما كنت له من الشاكرين كان الله شاكرا عليما، الله تعالى يعلم. وكلما كنت أكثر اتصالا به كان الله أكثر اتصالا بك. هذا يعتمد عليش أنت، يعتمد عليش أنت، لأي درجة أنت تريدين أن تكون علاقتك بالله، في أي مستوى تريدين أن تكون مع الله، هل مستوى السابقين السابقين، ولا مستوى أهل اليمين، ولا والعياذ بالله من أهل الشمال. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا كان، ماذا كان يقول؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا. الله تعالى غفر له، لكنه ماله، الله تعالى رزقه موهبة ماذا؟ ما الموهبة اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش المواهب اللي عند النبي؟ حد تقول لي مو هي الموهبة؟
خلق وإنك لعلى خلق. خلق الأخلاق، عرف بالأخلاق، عرف بالأخلاق، ولذلك لأنه عرف بالأخلاق كان من الشاكرين. وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك شوفوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كل من يراك يرى نورا، وكل من يتعامل معه لا يستطيع. شوفوا من كثر ما هو إيش مفعل الخلق عنده، مفعل الخلق ومستفيد من هذا الخلق. كيف مستفيد؟ ولو كنت فظا غليظا، ماذا قال الله تعالى؟ ولو كنت فظا غليظ القلب ماله لانفضوا، صح ولا لا؟ لانفضوا. إذن هو عنده خلق، أيوة، وهذا الخلق هو اللي خلاه يدعو إلى الإسلام. ولو ما عنده هذا الخلق، لو ما عنده هذا الخلق هل استطاع؟ ما ينفع، ما كان ينفع. فكان شاكرا، يعني فعلها على مستوى، لأن الله تعالى معطنه هذا الخلق، ففعلها على مستوى عالي. النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ممكن تكون واحدة عندها خلق، ليش ما تستفيد؟ يعني مثلا في واحدة ممكن تكون ذكية في إنهائية إيش، تصلح العلاقات، تعرف تتكلم، تصلح لها. ليش ما تستفيدي في إصلاح العلاقات؟ يعني واحدة ما شاء الله تلقي لسانها يوم تتكلم الكل ينصت لها، الكل يستمع لها، بس تقول ليش أنا ما أريد. فلما تجد أن الناس كلهم يستمعون لها، بعدين الناس تتسامع عنها، وبعدين إيش اللي يصير؟ يطلبوا مالها، يطلبوا ماذا من عندها؟ استشارات، فتستفيد هي من ذي الاستشارات، فترزق مستوى الموهبة، لأنه عندها قدرة على إيش؟ على التحدث، قدرة على الإقناع، مهارة، وهي عندها موهبة إنها تقنع. يعني يوم حد يكلمها إلا يقتنع، في شخص كذا ما يتكلم إلا يقنع. هذا كان بالنسبة لي هذه الآيات. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمد الحامدين الشاكرين الذاكرين. اللهم نحمدك ونستعين بك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الغاليات، إن شاء الله بننزلكم في المجموعة الملخص على شكل نقاط بإذن الله تعالى، حتى يكون يستسهل عليكم الأمر. اعذروني يمكن لأنه هذا أول يوم، ولكن إن شاء الله المرات القادمة بيكون فيه هناك شيء من التفاعل. وأنا لأني ما مستخدمة غير الهاتف اليوم، فما استخدمت اللابتوب ولا مسوي عرض، لكنه إن شاء الله المرات القادمة يكون الوضع أفضل من ذلك. جزاكم الله خير، أسأل الله تعالى لي ولكم التيسير. أستودعكم الله، ولا تنسوا الصلاة على النبي، فإنها تكفي الهموم وتغفر بها الذنوب. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.